أهلا بكم من جديد. إنجاز لبناني جديد أعاد البهجة إلى قلوب متابعي عالم الثقافة والفن في لبنان، فقد نال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية بدورته 19. أقيم حفل توزيع الجوائز في مقر منظمة اليونسكو في باريس نهاية يونيو الماضي. تعتبر الجائزة أيضا واحدة من أهم الجوائز الدولية التي تأسست العام 1998 للاحتفاء بالمبدعين والمثقفين العرب. فائز الأول في الدورة 19 الشارقة اليونسكو قاسم اسطنبولي، ممثل ومخرج. بهالتجربة صرنا 15 سنة عم نحاول نعمل تجربتنا المسرحية ونقدر أنه نأسس للمسرح الوطني اللبناني المجاني، نقدر نعمل عروضنا المسرحية ونعمل مهرجانات نستقبل فنانين من كل العالم يجوا على صور على جنوب لبنان وكمان على طرابلس على شمال لبنان. بالنسبة للجائزة الأخيرة هي من منظمة اليونسكو، جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية. طبعا هذا انجاز ل يعني للبنان للثقافه العربيه انه يقدر مشروع يعني يكون عم يتقدر بباريس بمنظمه اليونسكو. بالنسبه لنا هذا فخر، وطبعا انا بهدي هذه الجائزه لكل الناس اللي ناضلوا واللي كانوا معنا جزء من هالمشروع، هالعائله اللي بجمعيه طيور الفنون والمسرح الوطني اللبناني المجاني، لكل الفنانين والطلاب وكل الناس اللي شاركونا هذا الحلم. هذه الجائزه تاسست سنه 98، كانت بمبادره من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. عملنا على إعادة تأهيل السينمات المغفلة بلبنان، عم نحكي عن 4 صالات، ونقدر نعمل لقاء بين شمال وجنوب، يعني عم ديش عظيم اللي عم بيصير إنه هيدا اللقاء. وكمان ليش المسرح بعده موجود، يعني السنة أنتجنا مسرحية حامل 1005 للكاتب الإيطالي داريوفو، فهيدا مستمر. والجائزة بتجي بتعطيك حافز شوي إنه ترجع تقولي إنه هيدا بالعكس بخليك تكملي لبعدين وهيدا الحلم مكمل. فنحن بالنسبة لنا مع كل الفنانين بالعالم نقدر نعمل هذا التشبيك ونقدر نقول لهم تعالوا عنا هالقد ظروفنا وامكانياتنا، طاوع عصور وطاوع طرابلس، طاوع هالمناطق العظيمه اللي بحاجه نحن بكل منطقه بلبنان يكون في مسرح وفن، لانه المدينه اللي ما فيها مسرح ما فيها حياه. عم نشوف قديش عندنا شباب مبدعين لبنانيين عم بيروحوا وعم بيكونوا فاعلين بمختلف الميادين وعم يقدروا يدعموا عائلاتهم اليوم بظل الازمه الاقتصاديه. ان شاء الله مع تحسن البلد هالشباب ترجع تكون موجوده. الاهم انه نضلنا نتمسك بحلمنا ويكون عندنا مهارات وقدرات، هالمهارات بنقدر نضوي وين ما رحنا. طبعا بالنسبه للدوله هي مطالبه بكثير من الامور، وهذا الشيء بيتطلب بعدين بالمرحله القادمه يكون في تحسين للسياسات السقفيه بلبنان، يكون في دعم للفنانين. الفنان اليوم مش لازم هو يلحق المؤسسه، لازم هي المؤسسه تلحقه. بالنسبه للحلم في احلام كثير، يعني قال لي انه نقدر نعمل عروضنا المسرحيه بشكل اكبر، نوصل لناس اكثر. وبالنسبه لنا كمان ليش لا ننقل هالتجربه لمنطقه جديده بلبنان، وليش لا لمنطقه عربيه كمان، نقدر نعمل مسارح وسينمايات ونرجع هالسينمايات المغفله. بالنسبه لنا هيدا يعني هيدا الشغف بضل موجود. ان شاء الله بالمرحله القادمه نقدر ناسس للمسرح الوطني اللبناني ببيروت، ونقدر نعمل هالخط بين صور وبيروت وطرابلس، ليش لا وبعلبك كمان. ان شاء الله خير.